التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير خارجية اليونان نيكولاس جورجيوس ديديناداس على هامش أعمال اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، كما تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة.